الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الرابع في عصر اليوم الخامس من شهر رمضان لعام 37 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الله تعالى أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله تعالى بذلك. وفي الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله تعالى المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: شرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيجاز غير المخل. بعد أن قدم المصنف رحمه الله بمقدمة في بيان أهمية علم التوحيد والعقيدة، بدأ بشرح الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى هي الأصل العظيم في باب معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا الدين مدار العلم فيه على أصلين: الأصل الأول هو معرفة الخالق المعبود، معرفة الخالق المعبود، والأصل الثاني معرفة العبادة التي خلق لها الخلق. هذا هو العلم الشرعي، لا يخرج عن هذين الأصلين: علم بالله وعلم بما شرع. هذا هو العلم النافع الذي إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة ومدح أهله فإنما يراد به هذا العلم: علم بالله وعلم بما شرع لنا من عبادته. وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء في كتاب سماه ورثة الأنبياء، في شرح حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال أن العلم يرجع إلى هذين الأصلين: إلى علم بالله وعلم بما شرع. ثم ذكر أن العلماء منهم علماء بالله ومنهم علماء بالشرع، وذكر عن بعض الأئمة المتقدمين الذين لهم بحوث ولهم مباحث في باب معرفة الله عز وجل أنهم من العلماء بالله كالفضيل والجنيد وبعض الأئمة الذين كانت لهم عناية بالعلم بالله عز وجل. قال: ومن العلماء الذين اعتنوا بالشرع الفقهاء الذين صنفوا في باب الفقه وما يسمى بالفقه الأصغر، وهو ما يعرف عندنا في هذه العصور بالفقه
في مقابل علم العقيدة. قال هؤلاء علماء بالشرع. قال والقسم الثالث أئمة جمعوا بين العلمين، بين العلم بالله والعلم بالشرع. وذكر منهم أئمة السلف الكبار من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، فهؤلاء جمعوا بين العلم بالله والعلم بالشرع. وهذا مما يدل على أن الجمع بين العلمين هو العلم النافع الذي ينتفع به المسلم. والمصنف هنا بدأ بشرح الأسماء الحسنى وذكر أن هذا أصل عظيم. قال هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى يبنى على هذا الأصل، لأن العلم بالتوحيد هو فرع عن العلم بالله. العلم بالله باب عظيم لا يمكن الإحاطة به، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. ومن فروع هذا العلم التوحيد، توحيد الله بأفعاله وبأسمائه وصفاته وبعبادته. والعلم بالله عز وجل له ثلاث طرق عظيمة: علم بأسمائه، وعلم بصفاته، وعلم بأفعاله. هذا هو العلم الصحيح للعلم بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلوم والمعارف محصورة في ثلاثة أصول، وهو رؤية الشيء، ورؤية مثيله، ومعرفة الشيء بالوصف. قال والله عز وجل لم تره الأبصار في الدنيا وليس له مثيل يقاس عليه، فما بقي من العلم به إلا الوصف. وليس أحد أعلم بالله من الله، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فلاحظوا أنه انحصر العلم بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء والصفات والأفعال لا سبيل للعلم بها إلا بما علمنا الله منها، كما قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية نزه الله نفسه عما وصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ثم حمد نفسه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن كل ما وصفه به الواصفون يتنزه الله عنه، لأنه ليس له مرجع من العلم صحيح. والعلم الصحيح ما جاءت به الرسل عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو باب العلم بالله لمن أراده. وقد شرع المصنف رحمه الله بذكر جملة من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة بالله عز وجل، يصادف هذا الشهر الفضيل، فنحن نتلقى أفضل العلم في هذا المسجد الفاضل، وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، في شهر فاضل أفضل الأشهر في السنة. فاجتمعت لنا هذه الفضائل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك ذخرا لنا عنده وعونا لنا على طاعته وعلى الثبات على دينه. ثم ذكر المصنف أن التوحيد يقوى
بمعرفة الله، وهذا لا شك أنه صح أصل عظيم دلت عليه الأدلة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل العلم هم أهل المعرفة والعلم والخشية لله تبارك وتعالى. وما وجد الشرك والبدع والمعاصي إلا لجهل بالله. لو عرف الخلق خالقهم ما أشركوا أحدا معه. وهذه الحقيقة إذا دخل أهل الجنة الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم، يقولون: ما عبدناك حق عبادتك. إذا رأوا ربهم يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، هذه العبادة التي عبدناها في الدنيا ما أدينا حقك. ويتمنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أن يرجعوا إلى الدنيا ويقتلوا في ذات الله مرات ومرات، لأنه حصل لهم من زيادة العلم بالله فوق ما عرفوا في الدنيا. الذي عرفوه في الدنيا هو العلم بالله وصفا، والعلم الذي حصل لهم عند رؤيته هو عين اليقين. ومراتب العلم على ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين ما يعرف بالنقل والحواس غير البصر، وعين اليقين هو ما تشاهده الأبصار، ولهذا يقولون: ليس من رأى كمن سمع. فالرؤية فيها زيادة علم. وحق اليقين فوق ذلك. لماذا لم يبلغوا حق اليقين في حق الله عز وجل؟ لأن الله لا يحاط به علما، وحق اليقين هو غاية العلم. فعندما يرون ربهم يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، وهم في الجنة. أما أهل النار فسيعترفون بهذه الحقيقة، كما قال الله عز وجل: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سيعترفون بهذه الحقيقة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا إذ نسويكم برب العالمين. الخصومة بين من؟ بين العباد ومن عبدوهم من دون الله الطواغيت. قالوا وهم فيها يختصمون: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب التي كانوا يرجون من النفع والنصرة. ثم يخبر أنهم عند دخولهم النار يختصمون، ويعترف أهل النار بهذه الحقيقة: إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم بخالق الأرض والسماء، برب العالمين الذي خلقكم وخلق كل شيء؟ فالسعيد من وفقه الله لهذه الحقيقة في الدنيا وعرفها ثم عمل بمقتضاها، أن يعلم أن الخلق مهما علت منازلهم من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين ليس لهم شيء في العبادة. العبادة حق لله، ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين ويقولون: نحن نتوسل إلى الله بمحبتهم. المحبة الشرعية لا تستلزم أن تدعوهم من دون الله، وأن تذبح لهم، وأن يطاف بقبورهم، وأن يتوجه إليهم بالدعاء. ثم هذه هي حجة المشركين، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون ما قالوا إن هذه الأصنام خلقت ورزقت، ولكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أبو جهل ما اعتقد أن الأصنام تخلق،
وأهل الجاهلية يعلمون أن الله هو الخالق، وجاء في أشعارهم ما يدل على هذا. يقول عنترة وهو من كبار شعراء الجاهلية: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. كم مسألة هذه عقدية، أين من المنية مهرب إن كان ربي، هذا اعتراف بالربوبية، في السماء، أي الله في السماء. عرف عنترة أن إلهه في السماء، وبعض كبار من ينتسب للعلم من المسلمين من الفلاسفة والمتكلمين لا يعرفون هذه الحقيقة. تعرفون هذا؟ لا يعرفون ما عرف عنترة: إن كان ربي في السماء قضى. هذا الشاعر الجاهلي كلامه هذا وافق كلام الله: أأمنتم من في السماء؟ وعنترة يقول: إن كان ربي في السماء قضى، إن كان ربي في السماء قضى. هذا فيه إثبات القدر والقضاء والقدر. فهؤلاء كانوا يعرفون الله ويعلمون أنه الخالق الرازق، وما اعتقد أحد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما لبس عليهم الشيطان فقال: إن هؤلاء صالحون، إذا توجهتم إليهم بهذه العبادات يقربونكم لله عز وجل. وهذه الحيلة هي التي استدرج بها الشيطان بعض المسلمين اليوم. كان بعض المسلمين ممن فتن بهذا، نقول له: لماذا لا تدعو الله؟ الله عز وجل في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لماذا لا تدعو الله تذهب إلى القبور؟ يقول: نحن مذنبون مقصرون، ليس لمثلي أن يدعو الله، إنما أذهب للشيخ يدعوني. سبحان الله، يعني أين أنت من قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قاعدة الشرعية ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية يجب على كل مسلم أن يفهمها. قال: ليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، يعني ما هناك عبادة تصرف للمخلوق يبلغها الله. تصلي لرسول الله، تصوم لرسول الله، تدعو رسول الله، تذبح لرسول الله وهو يبلغ، ما جاء نص صحيح بهذا. بل يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا علم يلقنه لابن عباس عمره 15 سنة، يربيه على التوحيد وعلى الاتصال بالله عز وجل، التوجه إليه. فليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، تدعو الله مباشرة، تسأل الله مباشرة. المشرك والكافر إذا تاب إلى الله عز وجل قبل الله منه، فكيف بك أنت المسلم؟ الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال العلماء هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا تشمل الشرك وما دونه، لأن هذه الآية في التوبة، من تاب إلى الله غفر له ولو أسرف على نفسه بالشرك والبدع والمعاصي. وأما الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من غير توبة. أما عند التوبة فالله يغفر الذنوب جميعا من الشرك وما دونه. فلا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول: أنت من أنت حتى
تدعو الله. أنا عبد لله مذنب مسرف، لكن رحمة الله أوسع من ذنوبي. توجه إلى الله، لا يصرفك الشيطان عن عبادة الله إلى عبادة الخلق بهذه الحيلة، ثم يتبرأ منك يوم القيامة. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس له سلطان وليس له حجة، دعاكم فاستجبتم له. فليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، العبادة كلها لله، وإنما الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ. نحن ما سمعنا كلام الله من الله، وإنما بلغ جبريل عن رب العالمين، بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو الوحي، بيننا وبين الله وسائط. ما عرفنا شرع الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة لا، ليس بينك وبين الله وسائط. حتى الدعاء، تذهب لرجل صالح تقول أدعو لي، هذه ليست عبادة له. ومع هذا جاء الترغيب أن لا تطلب من أحد أن يدعو لك، ادعو الله مباشرة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الذي تذهب إليه تقول له أدعو لي، ليس هو أرحم بك من ربك، وليس هو أسمع لك من ربك، وليس في يده نفع ولا ضر، ثم هو مذنب مثلك. يأتي بعض الناس لأهل العلم ويظنون أنهم قد عصموا، ليس لهم ذنوب. كل الناس لهم ذنوب، كلنا مذنبون مقصرون. لدى العلماء من الذنوب مثل ما لديكم. حتى الأنبياء والرسل ما عصموا من صغائر الذنوب، ما في أحد إلا له ذنب. عمر بن الخطاب يأتي رجل يقول أدعو لي، وهو عمر، يقول لست بنبي، أدعو لي نفسك. كيف نصرف الناس وأنا أدعو لكم، ويأتي الناس على هيئة أفواج للمشايخ أدعو لنا، يقبلون أيديهم وأكتافهم، يقبلون أيديهم وأكتافهم، ولربما سجدوا لبعضهم طلبا لشفاعتهم عند الله. تدري هذا من هو عند الله؟ فالأصل في الدعاء أنه جائز أن يطلب من المسلم أن يدعو لأخيه، لكن إن أردت الأكمل توجه إلى الله، لا تطلب من أحد أن يدعو لك. أما إذا دعوت المخلوق فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة والعياذ بالله. فالله عز وجل أقرب لعباده من كل أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا كلام رب العالمين، ما هي فتوى عالم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. توجه إلى الله واسأل الله وأبشر بخير، وسترى الأثر والإجابة. لأن الله عندما يجيب الخلق ليس لعظم منازلهم عند الله، ليس لأحد من الخلق على الله حق، وإنما إجابة الله ترجع إلى سعة رحمته بعباد الله. فلا تظن هذا الصالح والولي أن له منزلة عند الله، إنما هو عبد لله إذا استجاب له من منة الله عليه. فالذي من عليه يمن عليك أنت. لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يبينها في هذا الحديث. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يستحق على الله دخول الجنة أو له عند الله منزلة،
وإنما إجابة الله عز وجل لعباده لسعة فضله ورحمته. وإلا نحن لو اجتمعنا في صعيد واحد ودعونا الله ما نستحق شربة ماء والله، لأن ما أدينا شيء من حق الله. لكن رحمة الله وفضل الله عز وجل من آثارها هذه الخيرات وهذه النعم، ليست هذه الآثار من آثار عبادتنا، عبادتنا ضعيفة. لو قايسها الله عز وجل بنعمة واحدة استغرقت هذه النعمة هذه العبادة كلها. فيجب أن ترتبط القلوب بالله، هذا حق الله، العبادة حق لله بكل أنواعها، عبادة القلوب، المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية، كلها حق لله، لا يجوز أن تصرف لغير الله. والعبادات الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والنذر، سائر أعمال البر كلها لله. هذا فرقان ما بين أهل التوحيد وأهل الشرك. الموحدون عبدوا الله وأخلصوا العبادة لله. يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول أنا أعبد الله في الصلاة والصوم، لا، حتى المشركين كانوا يعبدون الله، كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يحجون، كانوا يدعون الله. إنما التوحيد هو السلامة من كل صور الشرك، ليس التوحيد أن تعبد الله في بعض العبادات، توحيد أن تكون سليما من الشرك. لو أن إنسان عبد الله الدهر وذبح بعوضة لغير الله دخل النار، دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة، هذا طلب منه أن يذبح قال ما كنت لأذبح لغير الله فدخل الجنة، قيل للآخر قرب قال ما عندي ما أقرب، قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. ليست العبرة بعظم هذه الذبيحة أو بحقارتها، ذبحت جملا أو بعوضة، إذا ذبح لغير الله هذا ذبح لغير الله، خرج من التوحيد إلى الشرك. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، غني عن هذه العبادة الممزوجة بالشرك، يعبد الله يوما ويعبد غيره يوما آخر. إذن هذه المعرفة عليها أصل التوحيد، وهو أن يعرف المسلم ربه بأسمائه وصفاته، وأن يتضرع إلى الله عز وجل ويعبد الله وينكسر قلبه وتدمع عينه ويخشع قلبه وتستقيم جوارحه على هذه المعرفة العظيمة، المعرفة بالله تبارك وتعالى. إذا عرف المسلم هذه المعرفة ليس للشيطان عليه طريق بإذن الله، لأنه قطع كل حبائل الشيطان بالعلم الشرعي بربه، وعرف أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، الأمر أمره والخلق خلقه والعبادة حق له، لا يجوز أن تصرف لغير الله. والصالحون يحبون، لكن هذه المحبة لا تستلزم أن تصرف لهم نوعا من أنواع العبادة، وإنما تحبهم في الله، كما قال بعض أهل البيت رحمهم الله، قال لبعض أتباعهم أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، حب الأصنام عبدوها من دون الله، يقول أحبون حب الإسلام. هل تجد مسلم يقول لأخيه أحبك في الله ثم يذبح له أو يدعوه من دون الله أو يسجد له؟ ما فعلها مسلم، قل أحبك في الله ويدعو لأخيه
يحب الخير لأخيه، هذه المحبة في الله. لا يلبس الشيطان على المسلم في هذا الباب أن من محبة الصالحين أن تدعوهم تذبح لهم، هذا حق الله. الصالحون يحبون في الله لا يحبون مع الله. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم وهو أصل في باب الأسماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والحديث في الصحيحين: إن لله 99 اسما. ليس معنى ذلك أن أسماء الله محصورة في 99، وإنما معنى ذلك كما قال العلماء: إن لله 99 اسما من أحصى هذا القدر دخل الجنة. ليس معنى ذلك أن أسماء الله محصورة. يشتهر بين عوام المسلمين اليوم أن أسماء الله 99 اسم لا أكثر، وهي محصورة. فأسماء الله ليست محصورة، ودل على هذا الحديث العظيم حديث الكرب: وفي اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثر به في علم الغيب، ما اطلع عليه أحد من الخلق. فهذا دل على أن أسماء الله ليست محصورة، لأن لا يمكن أن يكلفنا بإحصاء أسماء بعضها مدخر في علم الغيب عنده. من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه ثلاث فوائد: أن لله 99 أسماء بهذا القدر، وهذا يدل على أن أسماء الله تبلغ هذا القدر وتزيد. والجملة الثانية: من أحصاها، هذا شرط جوابه دخل الجنة، من أحصى هذا القدر. وهذا من رحمة الله، ما قال من أحصى أسماء الله كلها، لأنه لا سبيل لإحصائها. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولو أحصينا الأسماء أحطنا به علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو علم أسماء الله لأحصى ثناء عليه. فهذا دليل على أن الإحصاء هو لهذا القدر. من أحصاها، اختلف العلماء اختلافا كثيرا واهتموا بهذه اللفظة. العلماء ما همهم في العلم التكثر والتنقيب عن شواذ المسائل، كانوا يقفون عند مثل هذه المسألة، لأن أحصاها هذه شرط الجنة، كانوا يهتمون بهذه الأمور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة الأمة في الفقه إذا سئلوا عن مسألة يتعلق بها عمل أجابوا عنها، وإذا سئلوا عن مسائل أخرى ما أجابوا عنها، قال لا يتعلق بها عمل. يأتي بعض الناس ينقب: كم عدد أصحاب الكهف، وما اسم كلبهم، وما اسم صاحب موسى، وهل الخضر نبي أم ولي، وما هي لغة أهل الجنة، وهل نرى الجنة الجن في الجنة أم لا. هذه مسائل ما يتعلق بها عمل ولا ينبغي التنقيب عنها. هل أهل القبور يعرفون أحوال الناس أم لا؟ ما الذي ينفعنا من العلم بهذه المسائل؟ لكن انظر إلى من أحصاها، من أحصاها دخل الجنة، هذا شرط الجنة. فاعتنوا بهذه اللفظة عناية عظيمة، تكلموا في معناها، فقيل إن إحصاها هو أن يحفظها وأن يعمل بها، وقيل إحصاؤها أن يكون فقيها بها، فقها يؤثر في جوارحه في عبادته، وقيل إحصاها هو جمعها من القرآن والسنة والعناية بها في العلم والتفقه فيها. والصحيح أن الإحصاء يشمل كل هذا، يشمل العناية بها، تنقيب عنها أسماء الله ويقف عندها وعند معانيها، ثم يعمل بمقتضاها، ثم يزداد علما بالفقه بها، ويكثر من ذكرها وذكر الله بها،
ويدعو الله بها ويعبد الله بها، كل اسم له مقتضى، لا بد أن تتحقق العبودية لهذا الاسم. هو رحيم يحب من عباده أن يسترحموه وأن يطلبوا رحمته، هو غفور يحب من عباده أن يستغفروه، هو تواب يحب من عباده أن يتوبوا إليه. لو لم تذنبوا لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليظهر أثر اسم التواب. وهكذا فهو عفو يحب أن تطلبوا منها العفو، كل اسم له أثر يجب أن يتحقق في المخلوقين حتى نعبد الله عز وجل بكل أسمائه وندعوه بكل أسمائه. قال دخل الجنة، وهذا وعد عظيم يدل على دخول الجنة بهذا العمل العظيم، وهو إحصاء أسماء الله عز وجل والعمل بها. لكن ليس معنى الإحصاء هو أن تحفظ من غير فهم لمعانيها ومن غير عمل بمقتضاها ومن غير استشعار لمعانيها العظيمة، بل إحصاؤها يشمل جميع هذه الأمور المؤثرة في العبادة، بحيث يكون هذا المسلم عبدا لله بكل اسم من أسماء التي عرفها وتفقه فيها. وأشار المصنف رحمه الله إلى أن الإحصاء يكون في تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، هذا كما تقدم. قال فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن أثر وحال لا تحصل العبد، لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. لأن هذا الاسم، كل اسم من أسماء الله فهو أحسن الأسماء ولا يقوم غيره مقامه، كل اسم له أثر. فإذا فرط المسلم في اسم من أسماء الله فيبقى هذا التفريط خلل في سلوكه. مثال ذلك كما قال بعض العلماء، وهذه دائما المسائل نذكرها ونذكر أثر هذه في السلوك من جهتين، من جهة الاستقامة ومن جهة الانحراف. ذكرنا أثرها في من جهة الاستقامة، من جهة الانحراف، من الناس من عبد الله بالمحبة، من الناس من عبد الله بالخوف، من الناس من عبد الله بالرجاء، كل هؤلاء مفرطون. والعلماء الراسخون من عبدوا الله بالمحبة والخوف والرجاء. الذين عبدوه بالمحبة لا زالوا يرددون نحب الله نحب الله، ويعظمون الله في أسمائه وهم في غفلة عن شرعه، كما قال ابن رجب. والذين ذكر ليسوا هم من هؤلاء، لكن هناك أناس بالغوا في هذا الأمر حتى أصبح الواحد منهم ليس له معرفة بالشرع، إنما يقول أنا أتعلم العلم بربي ولم ينظروا إلى الشرع، فأصبحوا يعظمون الله. حتى قال بعضهم أنا ليس لي شغل في هذه الدنيا إلا أن أحقق محبة الله، المهم أن نحب الله. ثم لبس عليهم الشيطان وقال لا، هذه منزلة فوقها منزلة. ما هي؟ قالوا منزلة الفناء، لن تكون عبدا حتى تفنى في الله. كيف تفنى في الله؟ قال أن لا ترى شيئا في الوجود إلا الله، يتلاشى الوجود، ليس هناك إلا الله، لا ترى العين إلا الله. فأصبحوا ينظرون للنساء والمردان، انظروا كيف جاءهم الشيطان، كانوا في عبادة فأخرجهم إلى الفسق. يقال له كيف تنظر لهذا؟ قال أنا أنظر إلى جمال الله، كل ما تقع عليه العين هو الله عز وجل ظهر في هذا الوجود. ثم جاءهم شيطان أقوى من الأول وقال هذه منزلة فوقها منزلة. قالوا كيف؟
قال هذا الوجود أصلا ليس فيه إلا الله، ليس فقط المرتبة الأولى قالوا فناء، الفناء عن مشاهدة السوى، يسمون الفناء عن مشاهدة السوى، أن لا ترى إلا الله ولا ترى وجود إلا لله وليس لغير الله وجود تقع عليه العين، فكل ما ترى فهو الله. فجاء الشيطان قال لا، هناك منزلة فوق ذلك، وهو أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، ما تراه الأبصار وما هو معلوم بالحقائق في الإيمان، الوجود وجود الله. ثم قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وقال قائلهم فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان من كبار العارفين بالله. هذا سبيل المحبة المزعومة، أخرجتهم إلى القول بوحدة الوجود وإلى الفناء في مشاهدة السوى. أما أهل الرجاء هؤلاء ناس، ولا يزال في المسلمين اليوم منهم طوائف كثيرة، نظروا إلى سعة رحمة الله وإلى سعة مغفرة الله وإلى سعة فضل الله فأسرفوا في الذنوب، وكلما زجروا عن الذنوب قالوا إن الله غفور رحيم، الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، أمي لا يمكن تعذبني، كيف يعذبني ربي، نحن في رحمة الله، دعونا فيما بيننا وبين الله. هؤلاء عملوا بإن الله غفور رحيم ونسوا إن الله شديد العقاب، هو غفور رحيم لكن شديد العقاب. طائفة أخرى عملوا بنصوص الخوف وقالوا نحن مقصرون في حق الله ولم نؤدي شيئا من حق الله ونحن هالكون لا محالة، وقنطوا ويأسوا من رحمة الله، لا يرتفع أحدهم يرفع يديه لله اللهم اغفر لي، لماذا؟ لأنه يأس من رحمة الله. فهؤلاء لبس عليهم الشيطان، وبعض هؤلاء كان يغشى عليه عندما يسمع القرآن ويموت ويصرع. فسئل السلف عن هؤلاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حالهم أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء أفضل من حال العصاة، لكنهم مقصرون عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عبدوا الله بالخوف والرجاء، وهؤلاء قصروا في جانب الرجاء. رؤيا أحدهم إن كانت هذه المنامات لا يبنى عليها أحكام لكن يذكرها العلماء على سبيل الاستئناس، رؤيا أحدهم بعد موته ما الذي فعل الله بك، فقال ألم قال لي ألم تعلم أني غفور رحيم، يعني مات من الخوف، فقال له الله إن صدقت الرؤيا ألم تعلم أني غفور رحيم، فهذه تعالج تلك، الخوف يعالجه الرجاء، والرجاء يكسر من حدته الخوف، فإذا اجتمعت المحبة والخوف والرجاء استقامت العبادة. وهكذا كل اسم من أسماء الله، لا تنظر لاسم من أسماء الله وتقنع، إن الله شديد العقاب وهو القاهر فوق عباده، انظر إلى الأسماء الأخرى، يحصل اعتدال للمسلم بهذه الأسماء، وهذه المعرفة إذا استقام المسلم عليها كان عابدا لله على المنهج الصحيح الذي كان عليه الأنبياء والرسل. رجاء لا يحمل على الجرأة على معاصي الله، وخوف لا يقنط من رحمة الله، ومحبة لا تحمل على الزندقة، وإنما نحب الله ونخاف من عقابه ونرجو رحمته. لا يقال كما قال بعض الزنادقة، يعني بلغ بهم وبلغت بهم الجرأة على الله، قالوا نحن ما نعبد الله
طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، نعبده محبة له. ويسخر بعضهم قال أنا لو بصقت على النار أطفأتها، والعياذ بالله، ما هذه النار؟ لو بصقت عليها أطفأتها. وقال الآخر الله عز وجل قال عليها 19، قال أنا أكفيكم في 10 واكفوني في 9 الآخرين، والعياذ بالله. جرأة على الله. وبعضهم يقول أنا لا أعبد الله طمعا في الجنة، أعبد الله محبة له. وكذبوا هؤلاء، لأنهم لو عبدوا الله محبة له فطريق رؤية الله دخول الجنة، والله عز وجل لا تثبت الرؤية له إلا لأهل الجنة. وهناك خلاف في رؤيته في أرض المحشر لغير المؤمنين، ولكن النار ومن دخل النار فإنه لا يرى الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. قال المصنف رحمه الله: الله هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها، فيقال الرحمن الرحيم، الخالق الرزاق، العزيز الحكيم، إلى آخرها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم إلى آخرها. نعم، بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر أسماء الله عز وجل، يذكر هذه الأسماء ثم يعرف بها، فبدأ باسم الله، وهذا هو أعظم الأسماء الحسنى عند كثير من أهل العلم، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. وهذا قول للطحاوي وابن المبارك وابن العربي والطرطوشي والسفاريني وجمع من أهل العلم، قالوا إن الاسم الأعظم هو الله. وهذا الاسم العظيم هو أشهر الأسماء وأعظمها، ولا يجوز أن يتسمى به غير الله. وهذا الاسم مشتق على الصحيح كما قال العلماء من الألوهية، كما سيأتي في كلام ابن عباس، وهو يدل على صفة الإلهية في الله، وعلى أنه مألوه معبود من خلقه، كما سينبه المصنف رحمه الله على هذا. ثم ذكر لعظمة هذا الاسم أن الأسماء تضاف إليه وتعرف به، فيقال الرحمن الرحيم، الخالق، الرازق، من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الرحيم. فلاحظوا أن الله عرف بأسمائه بهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى، وما قال للعزيز الأسماء الحسنى، فيضيف الأسماء لهذا الاسم العظيم الله. قيل إن هذا الاسم يشتمل على جميع الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى إما أن ترجع إلى صفات لله عز وجل اشتقت منها الأسماء، أو إنها ترجع إلى أفعال الله عز وجل المتعدية للخلق كالرزق والإحياء والإماتة، وهذه كلها مجتمعة في الله. إله، هذه صفة قائمة بالله، ومألوه، هذه صفة قائمة بالخلق، فهو إله ومألوه، فاجتمعت المعاني في هذا الاسم العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله تعالى من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية، وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه لفظ العزيز،
وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه لفظ الرحيم، وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله ما جاء عن ابن عباس في معنى هذا الاسم، قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فذكر صفة الله وهي الألوهية، وهذه الصفة ما ثبتت لغير الله، هو الإله، ليس للخلق إله إلا الله، ليس لهم رب إلا الله، فكل معاني الربوبية ومعاني الألوهية داخلة في هذا المعنى العظيم، ولهذا هذا الاسم له أثر ووقع عظيم في النفوس، وكثيرا ما ترد المحاجة به، قل أأنتم أعلم أم الله، شيء مخيف عندما يقال للإنسان أنت أعلم أم الله، فهذا الاسم له أثر عظيم في القلوب، لأنه لا شريك لله عز وجل لا في لفظه ولا في معناه، بخلاف بعض الأسماء المشتركة التي يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق، مثل الرحيم، في المخلوقين رحيم والله رحيم، فهناك اشتراك في المعنى المطلق، وأما إذا أضيفت الرحمة لله فليس له شريك فيها، وإذا أضيفت الرحمة للمخلوق فالله متنزه عن هذه الصفة الضعيفة. أما الألوهية فليس لله عز وجل شريك لا في لفظها ولا في معناها. قال الشارح رحمه الله: فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. نعم، هذه الألوهية ليس لله شريك في إلهيته سبحانه ومن عظمته وجلاله وكبريائه أنه كما أخبر عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له والد وليس له ولد وليس له صاحبة وليس له شريك وليس له ظهير وليس له نظير وليس له مثيل وليس له كفء، تفرد بالعزة بخلاف المخلوقين، الملك له والد وله ولد، الوجيه له زوجة وصاحبة، هذه حال المخلوقين، وهذه القرابات مؤثرة، وهذا الملك له وزير وله ظهير وله معين، أما رب العالمين تفرد بالعزة والعظمة والجلال، ليس له شبيه وليس له نظير. ولو تأمل المؤمنون هذه المعاني ما سعدت القلوب بسعادة أعظم من هذا العلم، أعظم علم تسعد به القلوب العلم بالله، ليست هذه الزخارف وليست الدعاوى الباطلة، العلم بالله، والله ما امتلأت القلوب شيئا أعظم من العلم بالله، وما أثمرت هذه المعرفة ثمرة أعظم من التوحيد، وما ترتب على هذه الأثار نتيجة أعظم من دخول الجنة، هذه حقيقة الإنسان. فهذا القلب إما أن يشغل بالعلم بالله أو بهذه الأمور التي يشتغل بها الناس، العلم على قسمين، علم بالخالق وعلم بالمخلوق، حتى عندما تعرف سير الأنبياء فهذا علم بالخلق، وعندما تعرف أسماء الله وصفاته هذا علم بالله، لكن معرفة سير الأنبياء ليست كمعرفة سير العلماء، ومعرفة سير العلماء ليست كمعرفة
سير عامة الناس، وأما ما دون ذلك فكثير منه لا نفع فيه. نعم. والشارح رحمه الله: وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان، فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه، ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعزة وقهرا، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه، كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه، مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره، مفتقر إليه في إمداده ورزقه، مفتقر إليه في حاجاته كلها، مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات، وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. نعم، هذه من المعاني العظيمة التي تدل عليها معنى الألوهية. قال: أوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فالكمال مرجعه إلى الإله، وكل ما ترى وما تقع عليه العين من الكمال في الخلق فهو من أثر كماله، هو الذي وهب الكمال وهو أولى به، هو الذي خلق الكمال وهو أولى به. والله عز وجل متصف بصفات الجمال والكمال على أكمل وجه، فما من صفة كمال إلا هي قائمة به، وما من صفة جمال وعظمة إلا هي قائمة به، وما من صفة إحسان ورحمة إلا وهي قائمة به على أعظم ما تكون. والناس يبلوا على محبة الكمال وعلى محبة الإحسان. يعني لو تأملت لحال الناس، لما تحب فلانا؟ إما أن يحبه لفضله أو لإحسانه، ما تخرج المحبة عن هذين الأصلين. إما أن يقول هذا عالم، أو يقول هذا رجل صالح، أو يقول هذا محسن، أو يقول هذا رحيم محسن للمسلمين، يحبه لفضله وإن لم ينال شيئا من ذلك الفضل. يحب الكمال، جبل الناس على محبة الكمال. والنوع الثاني هو أن يحبه للإحسان إليه. لما تحب فلان؟ قال: أحسن إلي، فعل بي كذا وكذا، صنع لي كذا وكذا. هذا الآن الذي نراه في المخلوقين أين هو من كمال رب العالمين؟ الكمال المطلق من كل وجه، العلم والقدرة والعظمة والكبرياء والعزة والجمال وسائر صفات الكمال قائمة برب العالمين على أكمل وجه. الآن الناس يحبون رجلا لقيام صفة واحدة به، لأنه عالم، لأنه عابد. وقد يكون هذا العالم كما نقل في تراجم بعض العلماء فيه حدة في الطبع، وقيل لبعض العلماء لا ينال ما عنده إلا بالصبر عليه، ومع هذا يحبونه لأنهم علماء. وبعض الصالحين فيه سوء خلق لكن يحبونه لحسن خلق، ولعله أن يحشر معه يوم القيامة، غلب عليه الخير. فكيف إذا وجدت صفة لا يعتريها نقص من الوجوه، ثم ضممت إليها كل صفات الكمال واجتمعت؟ فهذه تعظم المحبة بقدر اجتماع هذه الصفات. يعني انظروا إلى الكمال البشري في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت في هذه الخصال وهذا الخير، هذا نقول كمال بشري، كمال الإله لا يبلغه أحد. كيف أحبه الناس؟ أعداؤه يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتربص به يريد قتله، فما أن يرى وجهه حتى يؤمن. سبحان الله، ما الذي جعل هذه القلوب مفضية؟
إلى هذا الرجوع وهذه الإنابة إلا مشهد الفضل والكمال والإحسان. فكيف إذا تأمل الإنسان كمال رب العالمين؟ ما يقارن هذا العلم وهذا الحلم وهذه الرحمة في الرسل والأنبياء بما يتصف به رب العالمين؟ فستحب القلوب الله عز وجل محبة عظيمة تشغلها عن محبة الأنداد وعن محبة كل محبوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ما رضي أن يتخذ أبا بكر خليلا لأن قلبه لا يتسع لخليل آخر غير ربه سبحانه وتعالى. كذلك مشهد الإحسان، انظر عندما تكون في صلب أبيك تنتقل إلى الرحم وأنت في كلاءة الله وفي رعايته وحفظه، ثم تولد صارخا لا تعقل شيئا ولا تتلفظ بشيء، من الذي ألهم هذه الأم وألهم هذا الأب وجعل في قلوبهم الحنو والرحمة بك؟ من الذي غرس هذه الرحمة في قلوبه؟ رب العالمين. من الذي يكلأ هذا الطفل وألهمه أن يأخذ الثدي وألهمه رشده يشب ويكبر ويتعلم ويفقه، وإذا تعلم شيئا من العلم أو عبد الله شيئا من العبادة بمنة الله بدأ يتكبر، أنا وأنا، من أنت؟ الفضل منه والخير منه، هو الذي أحسن إليك. انظر إلى ذنوبنا، لو أن بذنب واحد كتب الله علينا الشقاء لكان هذا من عدل الله، خلقنا لنعبده فانصرفنا عن عبادته. فلو ختم على هذا القلب، وكلنا مذنب، لو ختم على قلوبنا عند الذنب ما استطعنا أن نهتدي. من الذي هدانا؟ من الذي تاب علينا؟ من الذي علمنا؟ من الذي أتى بنا إلى هذا المكان؟ الله عز وجل. لا تظن هذا لشرف نسب ولذكاء ولفطنة، لا، في من هو أذكى منا. الفلاسفة هذو أذكى الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ولا نقول اقرأوا كتبهم، لكن من عرف كتبهم يعرف ذكاءهم، لكنهم ما وفقوا للهداية. أبو جهل كان سيدا من سادات قريش، كان يلقب بأبي الحكم، ما هدى الله للدين. عبد الله بن أبي كان سيد الأوس والخزرج، أرادوا أن ينصبوه ملكا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ينظمون له الخرز ليعملوا له التاج ويتوجوه ملكا، رأس المنافقين. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، المحب المناصر الذي كفل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه شرف النسب عند الله. والد إبراهيم الخليل في النار. انظروا إلى هذه الحقائق، لسنا أشرف من هؤلاء ولسنا أذكى من هؤلاء ولسنا أعلم من هؤلاء، لكن هداية الله منا بهذا الدين على من شاء، فاحمد الله. لا تقول شيخي ولا والدي ولا فلان ولا فلان، الله هو الذي هداك، هو الذي أرشدك. نعم نشكر الخلق الشكر الذي أمرنا به، لا نبالغ. يأتي بعض الناس: أنا إنما استقمت لحسن تربية والدي. لا والله، استقمت بتوفيق الله وهداك الله. الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالفضل كله من الله، وهذه العبادات التي نؤديها كلها من الله، ونحن كلما عبدنا الله
نحتاج إلى شكر على هذه العبادة. ختمت اليوم الصوم، هذه منة لله عليك، لا تمتن على الله بصومك، تحتاج إلى شكر. تقوم تركع ركعتين، هاتان الركعتان تحتاج إلى شكر، تقول الحمد لله، قولك الحمد لله يحتاج إلى شكر. متى نؤدي شكره؟ لا نستطيع، لأن الشكر إنما يكون أن تقابل المحسن بشيء لا يكون منه. أما نحن لا نستطيع أن نشكر الله بغير ما امتن به علينا. قال العلماء هذا حقيقة الشكر، أن تدرك عجزك عن شكر ربك. ما نؤدي عبادة إلا له المنة علينا، هو الذي امتن علينا بالعبادة وهدى إليها ووفق إليها. فإذا تأملت هذا الإحسان العظيم لرب العالمين ازددت محبة، محبة الكمال ومحبة الإحسان من رب العالمين. هذا الإحسان لا يقابله إحسان الوالدة ولا الولد، قلوبنا دائما تستحضر فضل الوالدين ونلهج في ألسنتنا بالدعاء لهما، وهذا حق لهما علينا، لكن حق الله أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا عظيم، ومحبته يجب أن تتقدم على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ولكن حق الله أعظم. كل حق للخلق فحق الله فيه علينا فيه أعظم، فنذكر الله عز وجل أعظم من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا، ونشكر الله أعظم من شكرنا لآبائنا وأمهاتنا، ونثني على الله عز وجل أكثر من ذكرنا لفضائل الأنبياء والرسل، مع أن هذا حق. بهذا تستقيم القلوب على التوحيد وعلى تعظيم الله عز وجل. وهذه الصفات كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، إذا تأملها الإنسان علم أنها مصدر كل خير، فكل ما تشاهده من الخير هو من آثار أسماء الله. هذا العلم من الذي هدى إليه؟ الله عز وجل. وهذه العبادة من الذي أرشد إليها؟ الله. هذه القلوب من الذي ثبتها؟ الله. من الذي رزق العزيمة على الرشد؟ الله. من الذي عصم من الذنوب مع هذه الشهوات العارمة والشياطين المتسلطة وأعداء الإنس والجن؟ من الذي أنقذك من هؤلاء؟ الله. من الذي تاب عليك بعد الذنب؟ الله. من الذي علمك بعد الجهل؟ الله. من الذي جعلك من الصالحين بعد الغفلة والمعاصي والذنوب؟ الله. إذن هذه كلها من آثار أسماء الله عز وجل، ولهذا يشكر الله عز وجل على نعمه، ولا نستطيع أن نحصي هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا أن نبلغ شكرها، لكن نعلم أن هذه من مقتضيات أسماء الله، وهذه الأسماء مجتمعة في هذا الاسم العظيم الله، الذي هو اسم جمع هذه المعاني ويخبر الله عز وجل عن أسمائه به. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وما قلتم. قل السائل: ما الفرق بين الفناء ووحدة الوجود؟ الفناء يزعمون هو الفناء عن مشاهدة السوى، يعني يقرون بوجود سوى، لكن يقولون نفنى عن المشاهدة، لا تشاهد إلا الله. أما وحدة الوجود يعتقدون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله تعالى، الله عن قوله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ترك الصلاة سنوات كثيرة عمدا ومن الله عليه بالتوبة النصوح، فكيف يقضي ما فاته من الصلوات؟ إذا كان سنوات كثيرة ليس عليه قضاء، لوجهين ذكرهما العلماء. وجه الأول قول من يقول أن ترك الصلاة كفر، والكافر إذا دخل في الإسلام ورجع لا يؤمر بما ترك من الصلوات،
والأصل الثاني أن الله عز وجل برحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال العلماء فلو أمر هذا الذي ترك الصلاة 40 سنة أن يصلي ما فاته 40 سنة لشق عليه، ولا ربما ثقلت عليه العبادة ورجع إلى ما كان عليه. فنقول له حافظ على الصلوات الآن وأكثر من النوافل، أكثر من النوافل، وتب إلى الله وأبشر بخير. وأما إذا كانت الصلوات يسيرة مثل مسلم ترك الصلاة يوما أو يومين في غفلة، فنقول له اقضي ما تركت، لأن هذه الصلوات مقدور عليها وقضاؤها سهل. وحتى عند القول بقضاء بعض ما فات ليس كما يفهمه بعض المسلمين كما تشاهدون في هذا المسجد من بعض إخواننا الوافدين، إذا صلى العصر قام صلى 4 ركعات، صلى المغرب صلى 3 ركعات، صلى العشاء صلى 4 بعدها. لما؟ قال هذه فوائد. القضاء لا يكون بهذه الطريقة، القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فلو قلنا عليه بالقضاء قضاء مثلا صلاة يوم يقول صليها الآن متى ما عرفت الحكم، صلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا أن تقضي كل صلاة مع صلاة، هذه بدعة محدثة وجهل. وأيضا صلاة في وقت النهي، والقضاء كما ذكرنا لسنوات طويلة غير مشروع عند كثير من أهل العلم، وإنما تكفي فيها التوبة. لكن على المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلوات على الوجه المشروع، لعل الله أن يكفر بما يمتثله المسلم فيما بقي من عمره أن يكفر عنه ما مضى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وصمود الخلائق التوجه إليه. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، لأن الأشياء إما مجوفة أو مصمدة، والملائكة من جنس الصمد، والإنسان من جنس الأجوف. الإنسان له جوف، الملائكة ليس لها أجواف، ولهذا الملائكة لا تقبل الأكل والشرب. وفي قصة ضيوف إبراهيم ما أكلوا، فالملائكة من الصمد والإنسان أجوف. ولهذا يقال أن إبليس لما رأى آدم وقد صوره الله وخلقه ورأى أنه أجوف طمع فيه، لما يعلم من أن التجويف ضعف، والأشياء المصمدة أقوى من الأشياء الجوفاء. مثل هذه المواسير مجوفة، والحديد المسبوك المصمت أقوى، وهكذا كل تجويف ضعف. ولما كان الله عز وجل له الكمال المطلق فإنه منزه عن الجوف، ولهذا قال كثير من السلف هو الذي لا حشو له، هو الذي لا جوف له، هو الذي لا يأكل ولا يشرب. ولهذا الله منزه عن الأكل والشرب، ومنزه أن يكون له جوف، وهذا معنى الصمد. فإذا قيل الصمد هو الذي لا جوف له يكون الصمد مشتق من صفة ذاتية، وإذا قيل أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه في حوائجها فيكون مشتق من صفة فعلية. نعم. جزاكم الله خيرا. مر معنا أمس سؤال عن إنسان ابتلي بالنسيان، وذكرتم أنه ليس عليه صيام، لكنه يسأل هل عليه إطعام أو يطعم عنه؟ هو لم يذكر في السؤال أنه ينسى، وإنما قال أصابه الخرف وهو لا يعقل، ويصوم ثم يفطر لخرف ولعدم عقله، هذا لا ليس عليه الصيام، ليس عليه صيام وليس عليه قضاء، لأن التكليف والعبادة مدارها على العقل، والمجنون مرفوع عن القلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشرع الجلوس للناس لاستقبال العزاء؟
الجلوس للناس غير مشروع واستقبال العزاء مشروع، ما الفرق بينهما؟ يعني لا إفراط ولا تفريط. التعزية مشروعة، فإذا جاء أحد المسلمين يريد أن يعزيك لا ترفض العزاء، وإنما تستقبل التعزية وتدعو لمن عزاك. وأما الجلوس من أجل أن يجتمع الناس هذا غير مشروع، لكن كون الرجل يجلس في بيته ويجتمع الناس عليه من غير ترتيب هذا لا بأس به. فهناك فرق بين أن يعقد موعد للاجتماع للعزاء وقال المكان كذا ونجتمع في مكان كذا، هذا غير مشروع. وأما كون الرجل يجلس في بيته ويأتيه الناس يعزونه لا شيء في ذلك. بعض إخواننا يعني عندهم طفرة في هذا، فأصبح بعضهم يفر من بيته، إذا مات عنده ميت فر من بيته، يفعل هذا بعض طلاب العلم حتى بعض العلماء. أنا أتعجب من هذا الفهم، يعني ديننا لا إفراط ولا تفريط، وكون الإنسان يبقى في بيته على عادته ولا يمنعه من صلاة ولا شيء، إذا جاء وقت الصلاة ذهب يصلي ويؤدي عمله على طبيعته، فإذا جاءه في وقت بقائه في البيت من يعزيه استقبل العزاء. وإذا جاءه ضيف أو قريب من مكان بعيد صادف وقت العشاء ما يقال أن العزاء ليس فيه ولاء، ليست وليمة، هذا إكرام الضيف. فديننا وسط بين الغالي والجافي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان لبس النقاب ممنوعا في البلد فهل لي أن أمنع زوجتي الخروج لصلاة العيد لأنها إن أرادت الخروج لا بد من كشف الوجه؟ نعم، إذا كان خروجها يترتب عليه كشف الوجه لا تخرج، لأن خروجها للصلاة لصلاة العيد أقصى ما فيه أنه مستحب في حق النساء خروجهن لصلاة العيد. وأما الصلوات الخمس وبقية النوافل كالتراويح وغيرها فصلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن صلاة العيد يندب للنساء ولكل المسلمين الخروج لصلاة العيد. حتى الحيض كنا يشهدنا الموقف ولا يشهدنا الصلاة، لكن إذا ترتب على هذا مخالفة فترك المعصية مقدم على جلب الفضيلة فلا تخرج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما سقط ثوبه في الحمام ثم غسل الأماكن التي رأى عليها الماء، هل يكفيه هذا أم عليه أن يغسل الثوب كاملا؟ في الحمام يختلف، إذا كان سقوط هذا اللباس على نجاسة يجب غسل النجاسة والتأكد من ذلك لأنها قد تعلق، وإذا كان سقوطه في دورة مياه وفيها مياه متدفقة كثيرا من أثر الاغتسال والوضوء، كثير من الحمامات الآن المياه التي فيها ليست نجسة خاصة مع كثرة الاستحمام فيها أو الوضوء، وخاصة مع وجود هذه الكراسي التي تكون النجاسة داخل هذه الأماكن وهذه المياه المتدفقة تحملها إلى المجاري ولا تبقى، ففي الغالب أن هذه الحمامات ليست نجسة إذا كانت بهذه الصورة، لكن الاحتياط إذا وقع اللباس الأولى أن يغسل المكان الذي أصابه، أما إذا كان مكان نجس فيخشى أن تعلق النجاسة ببعض أجزاء هذا اللباس، فالأولى والأحوط أن يغسل كاملا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أحيانا يكون موت الطفل عقابا من الله على تقصير الوالد والوالدة في حق الله تعالى أو عمل المعاصي؟ الله أعلم، القدر سر الله، لا يستطيع أحد أن يتألى على الله يقول هذا مات الابن عقوبة أو رفع لدرجتك، لا ندري، ولكن أمرنا بالصبر فنصبر، ولا ندري، حكمة الله عز وجل أعظم مما تقدره العقول. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس لا يرفعون أيديهم في القنوت ويقولون لا يوجد دليل على رفع اليدين في القنوت، هل هذا صحيح؟ أين الدليل على عدم الرفع؟ الأصل في الدعاء الرفع كما جاء في الحديث إن الله حيي كريم
يستحيي أن يرد يدي عبديه صفرا، فهذا دليل على مشروعية الرفع في الدعاء. قد ذكر الإمام ابن القيم أن من الأسباب المؤملة لإجابة الدعاء رفع اليدين، لأن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعها، فدل على أن رفع اليدين له أثر في الإجابة. ولهذا الصحيح أن كل دعاء يشرع فيه الرفع إلا ما دل الدليل فيه على عدم الرفع. إذن نفرق بين الأصل وبين الاستثناء. مما يستثنى الدعاء عند دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، فإذا دعا يؤمن على دعائه من غير رفع. من المواطن أيضا التي يكون فيها الدعاء من غير رفع الدعاء المشروع بعد السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا لا يرفع يديه في هذا الدعاء، وهو من جنس الأذكار لا يرفع فيه اليدين. وكذلك في الصلاة، يعني لا ترفع اليدين، يعني مثلا في السجود نرى بعض إخواننا يسجد ويقلب يديه، أصلا أن يضع باطن الكفين على الأرض في السجود فيقلب يديه، نقول له لما؟ يقول أنا أدعو وأنا ساجد. هذا جهل، ما يرفع اليدين في مثل هذه الحالة. والسجود من الحالات التي يدعو فيها المسلم من غير رفع، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، كذلك في التشهد لا يرفع يديه. وأما بقية المواطن خارج الصلاة مثل الصلاة بين الأذان والإقامة، وفي كل الأحوال التي يشرع فيها الدعاء، وكذلك الدعاء للمسلمين، وكذلك الدعاء في القنوت، كل هذا يشرع فيه رفع اليدين. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يحتج بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن على جواز التهنئة بحلول رمضان؟ لا، ينبغي أن نفقه هذا الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. قال بعض العلماء: ما رآه المسلمون هم الصحابة وهم العدول. ومن قال عموم المسلمين، المقصود بالمسلمين من هم؟ أهل العلم وأهل الإسلام، أهل الامتثال بحق. وأما عوام المسلمين اليوم وقبل اليوم، فمنهم من يستحسن البدع. لو أخذنا بهذا الفهم، بعض المسلمين يستحسن المولد، وبعضهم يستحسن أن نقيم القبب على القبور ونطوف بها ونذبح لها. فلو أخذنا بهذا الفهم لما بقيت بدعة، لا يزال في المسلمين من يستحسن البدع والمعاصي. العبرة ليست بعموم المسلمين. إذا قيل المسلمون هم العلماء الذين يمثلون الدين، وبعض العلماء يرجع هذا للإجماع، لو أجمع علماء المسلمين على أمر في عصر من العصور فإجماعهم حجة. والصحيح أنه حتى العلماء إذا استحسنوا شيئا ولم يحصل إجماع فليسوا بحجة، الحجة في انعقاد الإجماع أو فيما دل عليه الدليل. نعم، جزاكم الله خيرا. قول السائل: هل يصح الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص لم يصلي الشفع والوتر لكثرة المشاغل، فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فكيف يقضيها؟ إذا بقي له شيء من صلاته، كان يصلي مثلا 11 ركعة ثم بعد ذلك صلى مثلا 8 ولم يصلي ما بقي، يشفع ما بقي له من صلاته في النهار. بقي له 3 ركعات يصليها 4، ركعتين ركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل وضع العطر والعود يجرح الصيام أم جائز؟ العطور التي لها رائحة
هذه لا تضر الصوم. وأما الأبخرة بأنواعها التي تستنشق فهذه بعض أهل العلم يرى أن كلما دخل الجوف من البخور ومن غيره فإنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما دخل الجوف من غير جنس الطعام فإنه لا يفطر، لكن ما دام أن في المسألة خلاف فترك الاختلاف وخروج من الخلاف فيه احتياط للعبادة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل صدقة جارية وأنوي أن تكون لي ولأبي المتوفى ولأمي وزوجتي وأقاربي وجميع المسلمين الأحياء والأموات أم لا يجوز؟ وما هو أفضل النية؟ يجوز أن تكون الصدقة جارية وأن تنوي بها أن تكون عنك وعن غيرك من المسلمين، هذا جائز، لكن إذا أكثرت من تتصدق عنهم قل نصيبك في الأجر، وأنت تؤجر على إحسان للمسلمين، فأنت الأولى أن تتصدق عنك وعن والديك، وإذا كانت الصدقة كبيرة ولو أشركت فيها بعض أقاربك نعم، أما أن تتصدق مثلا بمئة ريال تقول عني وعن عموم المسلمين يعني هذا ما عرف عن السلف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع في صلاة الجنازة رفع الصوت بالتكبير ورفع اليدين مع كل تكبير؟ إذا كان خلف الإمام لا يجهر، الجهر للإمام بالتكبير دون القراءة، والمأموم لا يجهر لا في التكبير ولا في القراءة في صلاة الجنازة. وأما رفع اليدين ففيه خلاف بين السلف، وابن عمر كان ممن يرى الرفع وهو صاحب اقتداء واتباع، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى الرفع ومنهم من لا يراه. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم.